السلام عليكم. ده نشوف ازاي نحط المحابس او البلبات هنا. اشغل التول باليت وهاجي هنا اروح اقول له انا عايز اوتوكاد بلان 3D. تمام، كل واحده من دول ليها الاستخدام بتاعتها، نبقى نشوفهم بعدين. طيب هاجي دلوقتي انا عايز احط محابس، فهاجي هنا تمام وهنزل اشوف البلبات او البلب ده مثلا، هبدا ادوس عليه واختاره وابدا احط المحابس، بعد كده احط الاتجاه بتاعه وهكذا. طيب لو انا عندي البايب دي، خلينا نمسك مثلا القلب دوت واقول له ايه انا عايز اكمل ارسم بايب اهو. طيب البايب دي هنستخدمها في المستقبل، فانا ممكن اروح حاطط مثلا طبه او كاب عشان ايه تقفل الماسوره ديت بدل ما هي تنزل ميه، اقول له كاب واروح ايه اقفل الماسوره دي بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اضيف هنا كروس بحيث يبقى فيه ماسوره ماشيه الناحيه دي ماسوره ماشيه الناحيه دي، هاجي هنا هلاقي عندي كروس، اروح مختارها واروح حاطط الكروس هنا في البايب وحدد هتبقى الناحية دي ولا الناحية دي، تمام ولا بأي زاوية. تمام، اقول مثلا كده واروح معلم عليها، هلاقي ان انا اقدر ارسم ماسورة في الاتجاه دوت، تمام، وبرضو ماسورة تانية في الاتجاه دوت بالشكل ده.